مساء الخير، بنرحب بحضراتكم معانا يوم جديد من الطريق الاتحادية ومتابعة جديدة لأهم الأخبار والمشهد السياسي في بلدنا بشكل عام. مساء الخير يا معتز. مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا، ازيك؟ انا كويس. عندنا لفة كده، ايه، هنشوف شوية أخبار انتخابات على اكتيفيتيز أو أنشطة للسيد الرئيس، وشوية كلام برضه عن ايه اللي بيحصل في سيناء. بيان النهارده رقم 5 طلع من القيادة العامة للقوات المسلحة، قلنا ايه اللي بيحصل في سيناء، وكمان الفقرة بقى الهيئة، لا ثانية هنا بس، الهيئة العامة للاستعلامات طلعت بيان تاني بترد فيه على كلام بيتقال علينا، فده برضه حاجات مهمة يعني. وبعدين هناخد بقى النهارده الرئيس ووزير الخارجية كلاهما التقى بوزير الخارجية الأمريكي، وايه بقى اللي بيحصل وامريكا بتعمل ايه ورؤيتها لمشاكل المنطقه وتعاوننا معانا، يعني حاجات كتيره النهارده هتبقى مهمه. وهنفتح تليفونات طبعا مع حضراتكم في الجزء الخاص بالعلاقات المصريه الامريكيه، وحضراتكم اسالوا ما تشاؤون، هيكون عندنا ضيفان كريمان سفيران في وزاره الخارجيه. تمام، ده هيكون في الجزء الثاني. اما بدايه اخبارنا هتكون لمتابعه الهيئه الوطنيه للانتخابات وملف انتخابات الرئاسه، لكن البدايه هتكون من حكم المحكمه الاداريه العليا برئاسه المستشار احمد ابو العزم رئيس مجلس الدوله، اللي النهارده قررت المحكمه تاجيل نظر الطعن المقام من المحامي طارق العوضي بوقف قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات باعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسه الجمهوريه. تقرر التاجيل لجلسه 17 فبراير للرد والتعقيب على المستندات اللي تقدمت بالجلسة. أصل الطعن أو الموضوع والقضية كانت بتطالب باستبعاد اسم موسى مصطفى موسى نهائيا من كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية، وبيقولوا ضمن الأوراق اللي هم مقدمينها في الطعن أنه غير حاصل على مؤهل سواء من مصر أو من خارج مصر، زي ما هم بيقولوا أنه بيدعي وفقا لآخر تصريحاته، ده بالإضافة كمان أنه غير مسجل بكشوف نقابة المهندسين. ده يعني الحيثيات أو الأسباب اللي دعت طارق العوضي أنه يرفع هذه القضية. على كل الأحوال للرد ونفهم برضه تفاصيل أكتر، المستشار سمير عبد العظيم المستشار القانوني لحزب الغد معانا على التليفون. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير أستاذة لوب. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سمير. يعني إيه ردكم وإزاي بتتابع القضية المرفوعة قدام المحكمة الإدارية العليا؟ هو أولا إحنا رقم واحد المهندس موسى مصطفى موسى غير مختصم في الدعوة القضائية، هي الدعوة أقيمت من أحد المحامين ضد الهيئة الوطنية للانتخابات. نعم. هو بينعى على القرار الصادر منها بقبول أوراق المهندس موسى بمخالفته للقانون، على أساس أن المهندس موسى لم يحصل على مؤهل دراسي، مؤهل عالي من الخارج، من خارج البلاد أو من الداخل. الكلام ده غير صحيح. احنا لما توجهنا للهيئة الوطنية للانتخابات قدمنا جميع المستندات، ومن ضمنها المؤهل العالي اللي حصل عليه المهندس موسى من فرنسا، ومعادل داخل جمهورية مصر العربية وفقا للقانون، وقدمنا المعادلة وبناء عليه فحص الأوراق، فحص المستشارين الأوراق وتم قبول الأوراق. مين حضرتك في الهيئة الوطنية للانتخابات اللي بيفحص الأوراق دي؟ أولا رئيس الهيئة هو النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاه ثلاثة نواب رئيس مجلس الدولة وثلاث مستشارين رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة. فمجموعة المستشارين اللي هي بتراجع الأوراق وبتفحصها، تمام، من أعلى الهيئات القضائية. فمن غير المعقول ومن غير المقبول إن يدعي أحد الأشخاص إن في ورق ناقص، لأن ده طعن أساسا في الهيئة الوطنية للانتخابات وطعن في الهيئة القضائية نفسها، لأن اللي بيراجعوا الأوراق هم على رؤوس الهيئات القضائية سواء محكمة الاستئناف أو محكمة النقض أو مجلس الدولة. طب سيادة المستشار، اتقال أيضا أنه في أحكام جنائية صدرت ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى في قضايا شيكات بدون رصيد وحاجات زي كده، الكلام ده صحيح ولا لا أساس له من الصحة؟ لا، هو أولا لما قدمنا الأوراق احنا قدمنا صحيفة الحالة الجنائية اللي بتقول أن مفيش أحكام قضائية خالص، لكن في حكم غيابي كان صدر، وهذا الحكم تم المعارضه فيه، تمام، وصدر حكم بانقضاء الدعوه الجنائيه بالتطبيق. سيادتك، اي حكم غيابي بمجرد الطعن عليه بالمعارضه بيزول اثر هذا الحكم وبيعتبر كان لم يكن. الحكم ده صادر في منازعه تجاريه كانت بيننا وبين احدى الشركات، واحنا كنا رافعين عليهم قضايا وهم بالتبادل كانوا رافعين علينا شيء. فالكلام اللي بيتقال ان في احكام والحاجه دي
كانت تتقدم للهيئه الوطنيه للانتخابات. ايوه بس استاذ سمير رفعته بعرضه، لكن لسه القضيه موجوده ولسه ما اتفصلش فيها لا حكم نهائي. لا طبعا القضيه دي خلصت من 2002، مفيش حكم نهائي. خلصت ودي؟ خلصت طب التصالح في 2002. تمام. معارضه تمت في 2002، صادر حكم بانقضاء الدعوه الجنائيه بالتصالح. الحكم الغياب بمجرد المعارضه فيه بيزول الحكم كان لم يكن. يعني صحيفه الحاله الجنائيه اللي حضراتكم قدمتوها مفيش فيها اي احكام خالص، قانون الهيئه المعيار. تمام سيادتك، قانون الهيئه. ومن ناحيه ثانيه في معادله للشهاده اللي حصل عليها السيد موسى مصطفى من يعني من جهه رسميه في مصر. انا اوضح كمان نقطه بسيطه، ان قانون الهيئه الوطنيه بيسمح بالتصالح، يعني بالاعتراض، يعني لو في حد ليه صفه هيوصل الهيئه الوطنيه وهيقدم الاحكام اللي بيقول ان هي موجوده ونهائيه، وهيقدم ما يفيد ان ما فيش معادله. انا بس عاوز كمان اضيف حاجه، ان الهيئه الوطنيه للانتخابات لما بتاخد الاوراق وبتراجعها بترجع لكل جهه صادر منها مستند عشان يعني تتاكد عشان تتاكد، وبتاخد منها رد رسمي عشان ما يكونش المستند ده فيه تلاعب، وبالتالي بعد اطلاعها وبعد الردود اللي بتجي لها من الجهات بتعلن الكشف النهائي. لسه يوم 22 الكشف الاولي ده ما هوش نهائي، لسه يوم 22 الكشوف النهائيه تعلن. طب انتوا استاذ سمير وسؤال اخير، يعني انتوا كده ماشيين في الحمله عادي في خطواتكم على الرغم انه يعني تقرر التاجيل، يعني لسه برضو القول الفصل لسه ما انتهيناش يعني او ما وصلناش ليه؟ اولا في قانون والقانون واضح بيتيح لمن له حق الطعن على قرارات الهيئه. هو بيستند للماده 13 من قانون الهيئه، الماده 13 خاصه بالطعن على اعلان نتائج الانتخابات، ملهاش علاقه بقبول الاوراق. طيب يبقى احنا كده مكملين في المسار القانوني لغايه نهايته. من ناحيه ثانيه انتوا بتشتغلوا عادي، وفي جزئيه كمان استاذه لبنى، واي حد النهارده عاوز ياخد شهره او عاوز يعمل اي حاجه بيروح يدفع دعاوى ما ملهاش اي اساس من الصحه، وبمجرد انتهاء الدعوه دي وصدور الحكم فيها احنا قدينا يعني عدينا على كل الاحوال الموضوع قدام القضاء، ويعني احنا بنتابع طبعا. وشكرا جزيلا لحضرتك. طبعا واضح انها حاجه اقرب لمناكفه قانونيه سياسيه منها الكلام جدي يعني. طيب على كل الاحوال خبر وبنتابعه وبنسمع الرد. شكرا جزيلا استاذ سمير عبد العظيم المستشار القانوني لحزب الغد، بشكرك يا فندم. الرئيس السيسي النهارده استقبل وزير خارجيه امريكا بقصر الاتحاد. خلال بقى اللقاء طبعا في عندنا دايما يعني ملفات كتيره، ده انا دايما بقول هم الاربعه الف اللي قلناهم يعني امبارح، اسرائيل، الاقتصاد، الارهاب، الامن في المنطقه بصفه عامه، يعني سوريا، على قطر، على ايران، على الدول دي كلها. يعني هيكون عندنا بقى فقره كامله احنا نتكلم بقى بالتفصيل، نتكلم فيها بالتفصيل، وعندنا فيها ضيفان كريمان خبيران بالعلاقات المصريه الامريكيه. انما ده دايما ملف مهم، ما ينفعش انك تكون رئيس مصر من غير ما يكون عندك رؤيه، تصور ايه هيكون شكل علاقتنا بالولايات المتحدة الامريكية. فده ان شاء الله هنتابعه في الفقرة مع ضيفينا الكريمين. نتابع بقيه الاخبار مع حضراتكم. ووزير البترول النهارده المهندس طارق الملا اكد على التزام الحكومه بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الاجانب، وانه كمان هيتم توفير بيئه عمل جاذبه ليهم علشان يتم تيسير وتنميه الاعمال والاستثمارات بشكل عام. الوزير قال الكلام ده خلال افتتاح مؤتمر ايجيبتس 2018 اللي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. قال ان مصر هتستمر في تقدير دور شركائها اللي قدموا نموذج طيب في الوفاء بالتزام وبرامج عملهم خلال الفترة اللي فاتت. أول حاجة قول الرئيس لما احنا بعد 2011 و12 و13 لا طب استنى احنا عندنا ضيف المتحدث باسم وزارة البترول المهندس حمدي عبد العزيز. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. لسه كنا بنتكلم ولسه معتز اكيد هيقول لك بقى حضرتك بقى موجود. حضرتك قول بقى براحتك، انا مش هقول حاجه خلاص. الشركاء الاجانب واحنا طبعا شفنا ده واضح وبقوه في اكتشاف حقل زهر، وازاي ان احنا يعني وفينا بالتزاماتنا تجاههم وادينا مديونياتنا ليهم، وفي نفس الوقت هم اشتغلوا على الارض وكانت دي النتيجه الايجابيه. فبشكل عام انتم مقدرين الموقف ازاي، وازاي ندعمهم اكتر ونساعدهم ويبقى ده يصب في مصلحه الطرفين؟ بص حضرتك، طبعا الحكومة أعلن، والمهندس طارق النهاردة أعلن وقبل كده أعلن مرارا، أيوة فندم، نحن ملتزمين بسداد المستحقات الشركاء الأجانب عشان خاطر يحصل بالضبط أن الناس دي
تقدر تسرع في عمليات التنميه والبحث والاستكشاف وجذب استثمارات جديده. احنا عارفين ان المديونات المتراكمه كانت حوالي 6.3 مليار دولار، انخفضت حاليا الى 2.4 مليار دولار في 30/6/2017. النهارده الوزير جدد التزام الحكومه بالاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الاجانب. طيب في اتفضل يا فندم. طبعا احنا عارفين طبعا ان دوت عمل حضرتك دفعات وحثت الشركاء الاجانب على سرعه البحث والاستكشاف. يكفي ان احنا في عام 2017 فقط في 3 مشروعات تنميه خلص، بدا في المرحله الاولى من زخرف، في كشف اتول ده في البحر المتوسط، ايضا في حضرتك الكشف بتاع نورس وفي شمال اسكندريه، ده كل دوت اضاف حوالي 1.6 مليار ادم مكعب يوميا في عام 2017، ده بيمثل حوالي 40% من اجمالي انتاج مصر من الغاز حاليا. عظيم جدا. طيب اذا كنا بنتكلم على شغل جديد وايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، الاعمال اللي بتتم على الارض ايه يا فندم؟ الاعمال اللي بتتم على الارض دلوقتي انت عارفه حضرتك ان احنا وقعنا منذ اغسطس 2013 حتى الان حوالي 83 اتفاقية بترولية. تمام. كان من نتيجتها برضك اتفاقية حقل زهر اللي تم اكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط. جرى طبعا الباكورة المرحلة الأولى دخل حوالي 350 مليون أدم مكعب في اليوم. وجرى عمليا دلوقتي عمليات التنمية. التخديرات إن احنا بنقول إن احنا في النص الأولاني من هذا العام في يونيو هيوصل إن شاء الله الإنتاج بتاع زهر حوالي مليار، مع نهاية السنة هيوصل حوالي 1.8، بحيث ان يبقى في بداية 2019، لان الرئيس طلب سرعة وضع هذه الابار واتفق مع الشركاء الاجانب في افتتاح حقل زهر ان هو ينتج الطاقة القصوى بتاعته اللي هي حوالي 2.7 مليار ادم مكعب في بداية 2019. ان شاء الله بالخير باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. في خبر عاجل دلوقتي بيقول ان البيت الابيض بينفي ان في اي مباحثات ما بين امريكا واسرائيل بشان اي مستوطنات جديده. طبعا الخبر ده لما يتنفي يبقى معناه ان في حد قال، يبقى اكيد اسرائيل عايزه تبوظ السفريه بتاعه وزير الخارجيه الامريكي للمنطقه بانها تحط اللغم دهوت، فبتحرج الرئيس، يعني بتحرج النائب او وزير الخارجيه الامريكي، وبتحرج كمان اللي هيقابلوه. فانت جاي تقول لنا ايه؟ يعني انت جاي بتقول لنا عايزين نبعث الروح في مفاوضات التسويه، وفي نفس الوقت الكيكه اللي احنا بنتفاوض عليها هم عاملين ياكلوها. فيعني اعتقد ان النفي ده يعني محاوله من امريكا، بس هي مش ناجحه قوي يعني، في نزع اللغم في من المنطقه او من الزياره دهيت، على اعتبار انه يعني احنا مشكلتنا اكبر من مجرد مستوصنات جديده، يعني احنا القديمه كتير اصلا. ما هو بص، يعني في حاله كده يعني خلاص من عدم التفاؤل، وفاهمين موقف الاداره الامريكيه، ولا هي وسيط محايد، ولا هي عايز تدفع اي حاجه بعمله السلام ان يبقى فيه. اذا كانوا بيتكلموا على نقل السفاره، هنتكلم على المفاوضات وعلى المستوطنات. طيب برضو يعني كل التفاصيل هنرجع لها برضو في الفصل. صحيح. القيادة العامة للقوات المسلحة النهاردة طلعت بيان مهم، البيان الخامس للعملية سيناء 2018، ويبقى كلام كتير عن أسفارة، عن إيه تحديدا. القوات الجوية قامت برصد وتدمير 60 هدف والقضاء على 12 فرد من القوات الإرهابية، وده يعني 12 فرد ده كتير، 12 ده يعني كل واحد فيهم ممكن يكون يعني عملية إرهابية بذاته يعني. تعالوا حضراتكم نتابع البيان بتفاصيله في الجزء الجاي. استمرارا للعملية الشاملة سيناء 2018 التي تنفذها القوات المسلحة من التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، تواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم المركز على البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر
تزامنا مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة. وقد أسفرت العملية حتى الآن عن النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفا للعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات استخباراتية حول هذه الأهداف. القضاء على 12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة. القبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ضبط وتدمير والتحفظ على 20 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية لترويع المواطنين. تدمير 30 عشة ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على كميات من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة العبوات الناسفة. قيام العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 23 عبوة ناسفة تم زراعتها بمناطق العمليات. اكتشاف وتدمير 7 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من نصف طن من المواد المخدرة المعدة للتداول. واستمرارا لنجاحات القوات الجوية، فقد تمكنت من إحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر إلى البلاد عبر الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك من خلال استهداف وتدمير 4 عربات محملين بالأسلحة والذخائر ومقتل العناصر الإرهابية القائمة على أعمال التهريب. فيما استمرت القوات البحرية في إحكام الحصار والسيطرة على منطقة الساحل، ويواصل أبطال ومقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التمشيط والمداهمات بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين للقضاء على الإرهاب من أجل تحصين الوطن وحماية شعب مصر العظيم. طيب ده اللي بيحصل على الأرض في سيناء، لكن كما هي العادة إنه مع أي إنجاز وشغل إيجابي بيتحقق على الأرض بنلاقي الإشاعات، بنلاقي التضليل، الأكاذيب من الجماعة والناس اللي حضراتكم عارفينهم اللي بيحاولوا إن هم يقللوا أو يضللوا الرأي العام، ويبقى في نوع من أنواع الوقيعة كده ما بين الجيش أو الإدارة المصرية والشعب المصري. بقول لحضراتكم الكلام ده ليه؟ لأنه من ساعة ما بدأت العمليات في سيناء، العملية الشاملة، العملية العسكرية الشاملة 2018، وبدأوا يتكلموا، يمكن إحنا هنا أشرنا برضو الكلام بقى على يوم الجمعة وضرب المدارس واللي بيحصل ده علشان إخلاء سيناء من أهلها وصفقة القرن وهنبيعها للجانب الإسرائيلي وكلام من النوعية دي. فهنا بيجي دورنا للرد. إذا كان الإعلام الأجنبي كله مهتم وبيتابع اللي بيحصل في سيناء والحرب الشاملة على الإرهاب، فلما يسمع ويتناقل مثل هذا الكلام ممكن يكون بحسن نية أو بسوء نية أو نقص للمعلومة أو ما فيش حد وضح، فهنا يجي أهمية وضرورة التوضيح وإيصال الحقيقة. وده الدور الرائع الحقيقة. كنا دايما بنقول هي العامة للاستعلامات على مدار سنوات كانت غايبة عن المشهد وما كانش ليها دور قوي، لكن الموضوع اختلف بوجود دكتور ضياء رشوان رئيس هيئة عامة للاستعلامات على رأس طبعا هذه الهيئة. فمن وقت لآخر كل ما بيكون في حاجة من النوعية دي بيكون في بيانات وبيكون في محاولة لإيصال الحقيقة. بيان أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان تغطية الإعلام الأجنبي بين أباطيل الإخوان وحقائق الواقع. يمكن البيان قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة.
الشاشة، لكن صاحب هذا البيان موجود معانا على التليفون نفهم كل التفاصيل وهم حاولوا يقولوا ايه ويوصلوا ايه للآخر، خاصة فيما يتعلق بوجود حماس أو وفد من حماس في القاهرة في نفس الميعاد أو في نفس وقت قيام أو بداية العملية العسكرية في سيناء. دكتور ضياء رشوان، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي أستاذ نور، مساء الخير. أهلا بدكتور معتز وأهلا بالجمهور الكريم ببرنامجكم. أهلا وسهلا بيك دكتور ضياء. أهلا بحضرتك. قول لنا الرد وأهم النقاط اللي كنتوا حريصين إن أنتوا توضحوها وتردوا عليها. الحقيقه استاذ لبنى، احنا يعني كانت عمليه سيناء 2018 هي مناسبه. البيان اللي احنا اصدرناه هو بيان او يعني التحليل اللي اصدرناه هو تحليل الحقيقه لما يثار بالاعلام الاجنبي واكيد طبعا بعض الاعلام العربي منذ شهور القليله الماضيه. وبالتالي بمناسبه هذه العمليه احنا لم ناخذ في العمليه تفصيلا الا في بعض الفقرات، لكن انتهزنا هذه الفرصة لكي نناقش ثلاث أنواع من القضايا. الأولى ما يصار حول القوات المسلحة المصرية، الثانية ما يصار حول سيناء، الثالثة ما يصار حول مكافحة مصر للجهاد. وفي كل نقطة من دول حاولنا نناقش بعض الاطروحات اللي احنا كنا الحقيقة في البيان واضحين تمام بأنه مصدرها هو جماعة الإخوان والمجموعات المتحالفة معها من الجماعات الإرهابية، ودولتين لم نسميهم ولكنهما معروفان للجميع هم تركيا وقطر. وبالتالي يعني لو انت حبيت حضرتك يعني مثلا في النقطه الاولى اللي هي صار حول القوات المسلحه، احنا بدانا بما ذكر الدستور المصري في اباكته، هي جزء من الدستور بتقول وتصف القوات المسلحه انها عماد الدوله المصريه منذ تاسيس الدوله الحديثه مع محمد علي باشا، وإن هذا الجيش له دور دفاعي ولكن له أيضا أدوار أخرى. هذه الأدوار الأخرى حرصنا على أن يعني نبرزها في البيان أو التحليل بأنه القول بأن القوات المسلحة بتقوم بعمليات تنمية، نعم هذا صحيح، هي تقوم بعمليات تنمية يوجبها عليها دورها كعماد للبلاد، لكن أيضا في نفس التوقيت أي تشكيك في القدرة العسكرية للجيش المصري، وهي ليست دعاية مصرية، ذكرنا في هذا التقرير او هذا التحليل الترتيب والتصنيف الجيش المصري الدولي على مستوى العالم بين اكثر من 135 جيش في العالم. الجيش المصري تقدم عام 2017 للمره الاولى في تاريخه الحديث الى المركز العاشر. وبالتالي هذا الجيش لم يسق اليد التي تحمل السلاح، لانه اليد الاخرى التي تبني لم تؤثر على اليد التي تحمل السلاح. ده مثلا في النقطة الخاصة بالقوات المسلحة. فيما يتعلق بسيناء، حقيقة الأمر احنا كنا أيضا حريصين على توضيح كامل للأمور. كنا أول نقطة إنه عملية سيناء 2018، وهنا بقول واللبيب بالإشارة يفهمه. سيناء الآن تنتشر فيها القوات المسلحة المصرية والجهات المعاونة لها في كل شبر منها. وده أنا أرجو من يستمع إليه أو من يشاهد عليه أن يقارن بين الحال اليوم والحال قبل سنوات مرة. لا يوجد أي قيد على السيادة المصرية اللي بترجمها القوة الصلبة اللي هي القوات المسلحة في كل مناطق سيناء من أقصى حدودها الشرقية إلى قناة السويس. وهذا معنى كل من يفهم قضية الاستقلال الوطني في مصر عليه أن يفهمها جيدا. الأمر الثاني اللي هو الحديث وما أثير برضه في بعض الصحف إلى أنه هناك بعض التدخلات الإقليمية العسكرية في سيناء، وهذا الأمر يعني إحنا نفيناه في حين ونفيناه قوات مسلحة. هذه العملية تؤكد أيضا أنه هذا الجيش الذي يمتلك ويستطيع ويفرض يده كاملة على سيناء ليس بحاجة لأي قوات شرطة من إقليم أو من دولة إقليمية مجاورة علشان هي تقوم يعني بالنيابة عنه بهذا الأمر. الشيء الثالث أنه ما يؤكد هذا المعنى بأن الجيش المصري منفردا يقوم بهذه العمليات في سيناء ما ذكر في صحيفة نيويورك تايمز نفسها من مقال مشترك والدكتور معتز يتذكره في نهاية ديسمبر الماضي، والمقال كان عنوانه مصر حليف مزعج. أحد الإزعاج أو نقاط الإزعاج في نظر كتابي المقال واللي حطيناه في التحليل أن القاهرة تجاهلت العروض الأمريكية بتدريب القوات المصرية على تكتيكات الرد على عمليات الإرهاب في سيناء. وبالتالي كل هذه المعاني المتعلقة بالجيش المصري هي معاني تؤكد يده على سيناء، تؤكد قدرته العسكرية وليس أنه
مجرد جيش يبني هو جيش يبني وايضا يحمل السلاح. طب دكتور ضياء حضرتك نعم. في البيان قلتم عبارة او اشرتم اشارة ذكية جدا لوجود وفد من حماس في القاهرة تزامن مع الفترة اللي بدأت فيها العمليات العسكرية، حضرتك كنت تقصد ايه بالربط بين الحدثين؟ الحقيقة احنا ذكرنا هذه النقطة لانه صبيحة يوم العمليات، صبيحة يوم الجمعة، كان هناك وفد على مستوى عالي بقيادة السيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومعاه ثلاثة من كبار زعماء الحركة، ومعاهم آخرين أتوا من خارج مصر، أتوا لكي يزوروا القاهرة. وأظن أن احنا أشرنا أنه إذا كانت هذه العملية كما يشير الإخوان وأمثالهم خارج البلاد أن هدفها هو إخلاء سيناء من أجل توطين الفلسطينيين فيها، فقدامنا أحد بديلين، إما أن حماس تعرف أو أنها لا تعرف. إذا كانت تعرف إذن حماس أيضا تقبل هذا التوطين المزعوم، وهو طبعا أمر يعني يستحيل قبوله لا على حماس ولا على مصر. وأيضا سقنا في نفس الفقرة رأي الطرف الفلسطيني الآخر وهو سلطة رام الله، الرئيس محمود عباس والمتحدثين باسمه الذين نفوا هذا عدة مرات. وبالتالي ذكرنا هذه النقطة عشان يعني إذا كان من يعني لا يعلمون أن وفد حماس موجود في القاهرة وهو يعلم، وبالتالي هو عبر بريا عبر أثناء هذه العمليات ويعلم عنها ويتعاون مع القاهرة معها، ربما هذا ما أضيفه الآن. طب دكتور، طب دكتور ضياء، أنا بس أنا كلام حضرتك واضح جدا، بس أنا عايز أقول في الإعادة إفادة، حضرتك بتقول لا مصر قبلة أنه يحصل توضين للفلسطينيين في سيناء، ولا فتح قبلة، ولا حماس قبلة، ومع ذلك لا يزال الإخوان وبعض يعني اكسسواراتهم الإعلامية بتنشر في كل حتة أن احنا بنفضي سيناء عشان نحط فيها الفلسطينيين. يا صديقي العزيز، أنا أريد يعني أن أذهب بك إلى أبعد الآن. الخصومة واللدد فيها والفجر في الخصومة بين الإخوان وبين مصر وبين تحديدا القوات المسلحة المصرية جعل قنواتهم تتداول منذ أكثر من أسبوع الآن أن صاحب هذا المشروع المزعوم للتوطين تخيل من؟ الرئيس جمال عبد الله. يعيدون مشروع، نعم يعيدون مشروع التوطين إلى مقولات إسرائيلية كان بعض عتاة أو غلاة اليمين الإسرائيلي يتبنونها عام 56 إلى أنها مشروع سري تبناها الرئيس جمال عبد الناصر والجيش المصري في مختلف العهود وصولا إلى العهد الحالي. وبالتالي فهذا المشروع هو مشروع للجيش المصري الذين الآن وصلوا في وأوصفهم له يا دكتور معتز، وأنا أتابع قناتهم بدقة، ليس هناك حديث الآن عن قيادة الجيش أو عن رئيس القائد على القوات المسلحة، هو حديث عن هذا الجيش. أنا أتمنى منك، أتمنى ومن الأستاذة لبنى أن تذيعوا بعض الفقرات من هذه القنوات التي يسب فيها الجيش كمؤسسة ويهان فيها كمؤسسة ويذهب في الافتراء عليه والكذب بشأنه إلى حد القول بأن الجيش المصري الذي ضحى يعني ضحى 4 حروب كبرى في سيناء هو الذي يريد أن يوطن الفلسطينيين فيها. وأنا بسأل هل هناك غير بعض من أهالي سيناء الذين دفعوا بالقطع ثمن الاحتلال ودماء الاحتلال في 56 و 67 هل من آخرين حاربوا هناك غير الجيش المصري؟ هل من دافع عن الأمن القومي المصري طوال هذه العهود كان ميليشيات تابعة لهذا التنظيم الإخواني أو ذاك؟ وبالتالي تأكيد عدم يعني أو كذب هذا التوطين المزعوم ليس فقط على لسان مصر لكن أيضا على لسان طرفي الوضع الفلسطيني حماس وأيضا فتح. دكتور ضياء، هو بيان مهم وقوي ومحترم ورد على كل هذه الأكاذيب، وممكن حضرتك حتى في البيان تطرقته للإعلام الأجنبي، فالسؤال هنا أنه بعد ما بنطلع بيان من النوعية دي بيروح فين؟ وهل الإعلام الأجنبي اللي بينشر هذه الأكاذيب بيهتم أنه ينشر بنفس الشكل كمان الرد المصري أو وجهة النظر الأخرى ولا لا؟ شوف يا لبنى، احنا يعني نتعامل في وضع يعني اظن انه لا علينا ان نفهمه جيدا. ما تراكم عبر سنوات طويله من اوضاع اعلاميه معاديه او سلبيه تجاهنا خارج مصر لن يزال في يوم. اثنين، انه ايضا يجب ان نعي ان هناك قوى، واحنا ذكرنا دول ونتحدث عن اجهزه ونتحدث عن اموال تضخ ضخا هائلا في الخارج. التغيير لن يحدث في يوم وليله، ولكن انا بأطمن حضرتك هذا البيان باللغه الانجليزيه على الاقل وزع على اوسع نطاق يمكن حضرتك ان تتخيلي، ليس فقط على الاعلام، ايضا على برلمانات في العالم من الكونغرس على السفارات على غيره. وبالتالي نتطلع
الى انه التغيير يحدث يعني شيئا فشيئا، واحنا هنعقد في الفترات الجايه الايام اللي جايه القادمه على طول جلسات يعني مصغره مع بعض الاعلاميين الاجانب في مصر لكي نسمع ردودهم على اسئله عظيم جدا وعلى نقاط طرحناها في هذا البيت. شكرا جزيلا دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات، بنشكرك يا فندم. خريج كليتنا والله عشان كده القوه والجمال دي اصلها مشكله. طيب دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قال النهارده ان كتر طلب الكلمه من النواب علشان يعني يبقى في عرض التعديلات على مشروعات القوانين، اما ان يعني النواب بيطلبوا الكلمه كتير عشان يبتزوا الحكومه علشان ياخدوا حاجه يعني، او ان في مؤامره داخل البرلمان وبيتم احياكتها يعني الشغل عليها يعني في مكاتب الساده النواب بالمجلس. وقال ان المكاتب دي لازم انها تكون لاداره العمل البرلماني مش لاداره المؤامرات. ودكتور علي عبد العال كمان يعني نروح لموضوع تاني، يعني خلال مناقشة قانون تعويض أسر الشهداء من المدنيين في الجلسة العامة، غير بقى الكلام على التعديلات والقانون، قال إن اللي بيقدمه برضو يعني كان واضح النهاردة انتقاد لازع. هو إيه اللي خلاه يوصل للمرحلة دي؟ فكر قبل كده لما قالك برضو البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة تفتقر لأدنى المعايير ومفيش ورق ومفيش كلام ده كله، في عندهم مركز لتدريب النواب وحاجات كلام كبير يعني. فواضح إن هو النهاردة قال ولا في ورق ولا في تدريب، وناس تروح تتدرب وتروح تذاكر وتقرا ويعني كشر عن انيابه. يعني طب نعرف بقى التفاصيل مع دكتور صلاح حصباله المتحدث باسم البرلمان. مساء الخير دكتور صلاح. مساء الخير، تحياتي لحضراتكم. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. احكي لنا بقى، احكي لنا، عارف انت ايه الحاجات اللي الخناقات دي؟ لا احنا ما نعرفهاش، ايه اللي حصل يا دكتور؟ لا مفيش خناقات ولا حاجه على فكره. يعني هي مساله بس احنا مش عايزين نبقى بنضخم فيها. لا هو رئيس المجلس على فكره بيدير المجلس بكل جوانبه بكل ما فيه من ايجابي وسلبي، بيحاول يصحح، بيعظم من ايجابيات وبيحاول يصحح السلبيات، فده دور رئيس المجلس. يعني هو في الاخر هو رئيس مجلس النواب المصري، فبالتالي حينما يجد قصورا في اتجاه معين دوره كرئيس المجلس وفقا لائحه المجلس وفقا لاعراف البرلمانيه ان يوجه لمعالجه هذا القصور. يعني في قصور فعلا في اداء الساده النواب؟ لا على الاطلاق. ما هو الدكتور علي عبد العال قال الكلام ده، هو حضرتك يعني الدكتور علي عبد العال لما احنا يعني هو مثلا يعني النهارده وجه باهميه ان القانون اللي احنا بنعمله لرعايه اسر الشهداء قانون بالغ الاهميه، وكان يتمنى رغم وجود حضور جيد داخل القاعة، لما كان يتمنى أن تمتلئ القاعة على آخرها النهاردة، فدي حاجة يعني تنبيه للنواب بأهمية الحضور في قوانين مهمة مثل هذا القانون وغيره. يعني بس يا سيادة النائب ده بيقول أنه المكاتب مؤامرات. أيوة المكاتب مؤامرات وكلام ده كله وابتزاز الحكومة، فيعني مش بس أن الناس الشغل على نفسها لكن بس في لا عايز بس أكد على حاجة بس يعني لفظ ابتزاز الحكومة دوت يعني لا يوجد ابتزاز شخص للحكومة. ابتزاز الحكومة هو محاولة كل نائب للحصول على أكبر قدر من الخدمات والمشاريع لدائرته. يعني هو ده معنى ده المقصود بيها اللي بيقصده الدكتور علي عبد العال. يعني الدكتور لا يقصد، دكتور رئيس المجلس لا يقصد الجانب السلبي من مفهوم الابتزاز، هو الجانب الإيجابي محاولة النائب الحصول على أكبر قدر من الخدمات والدعم والموازنات المالية لدائرته ومشاريع دائرته. المؤامرات بقى لا مش مسألة المؤامرات إيجابي برضه. لا بس انت اكيد الكلام ده ليه وقع برضو، يعني حتى قال له دكتور عبد العال من باب النصح وحسن النيه، لكن اكيد ليه وقع على الساده النواب او بعضهم. لا يعني بص خلينا نتفق ان على فكره مجلس النواب هو اختيار من اختيارات الشعب المصري، وتشكيلته على فكره تعبر عن ما هو جيد في الشعب المصري وما هو يعني سلبي في الشعب المصري. فالمساله ان المجلس على فكره وارد فعلا ان يبقى فيه اولويات الاهميه وجدول الاهميه عند النواب متباين ومختلف. في حد دور الرئيس ان هو عايز يأدي دور مهمة الرقابة والتشريع، حد تاني عايز يأدي مهمة الخدمات، حد تالت على فكرة عايز يعني مخفق او مقصر في اداء الخدمات واداء الدور الرقابي والتشريع. فدور رئيس المجلس هنا هو محاولة تصحيح اي وضع هو بشايفه غير منضبط او شايفه لا يسير في المسار الصحيح والطبيعي. فالمسألة هنا لا تتوقف او لا تقصد او لا تعني نائب بعينه. يعني لا مش 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 الكلام ما كانش موجه لحد على وجه الخصوص، الكلام كان موجه بشكل عام لاهميه الارتقاء بدور المجلس واهميه تدعيم وزياده الجوانب الايجابيه داخل المجلس واداء اعضائه. ما المجلس يساعد في كده بقى، يعني يكون في دورات التدريب، يعني بدل ما يكون بس مجرد يعني كلام وانتقاد كده بالعبارات يكون في اداء حقيقي. يعني فين الدورات التدريبية بتحصل ولا لا؟ في لو بتحصل في اقبال عليها ولا ما فيش؟ انا هقول لك باختصار يا استاذه لبنى ان احنا عندنا معهد
التدريب البرلماني. وهذا المعهد على فكرة يعد من ضمن أحد أفضل المعاهد، أفضل أحد معاهد التدريب في برلمانات العالم. وهناك بروتوكول موقع ما بين المعهد أو مجلس النواب ومن خلاله المعهد مع اتحاد البرلمان الدولي. عظيم. في حد بيروح ولا لا؟ هقول لك أنا بالأرقام على فكرة، ما يزيد عن 390 نائب حضروا دورات تدريب داخل هذا المعهد على جوانب مختلفة بقى، على كيفية الإتقاء بممارسة دورهم الرقابة والتشريعي، على كيفية قراءة الموازنة العامة للدولة، على كيفية تفعيل أدواتهم الرقابية زي البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات، على حتى ميثاق الشرف البرلماني وكيفية إن النائب يبقى مهتم بكل ما يقوم به داخل القاعة وخارجها، داخل المجلس وخارجه، ده كله بيتم. وبقول لك بالأرقام 390 نائب يعني نسبة كبيرة جدا تقارب 400 نائب حضروا دورات تدريبية. أنا واحد من الناس على فكرة اللي حضرت في أول شهر. أستاذ حضرتك في حاجة، هل في مؤامرات جوه المجلس ولا ما فيش؟ لا لا توجد مؤامرات داخل المجلس، بس خلاص. إنما ربما يكون يوجد لا 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 توجد أي مؤامرات، يوجد بعض مثلا ممكن تقول تقصير من بعض النواب، يعني اللي هو يعني ده هذا ما يعني رئيس المجلس الموقر يعني. نشكرك دكتور صلاح الصبار المتحدث باسم البرلمان، شكرا جزيلا. في بقى واحد اسمه عمر ابراهيم الديب. ابراهيم الديب ده قيادي في جماعه الاخوان. عمر ده اختفى، الاخوان قعدوا يقولوا اختفاء قصر، اختفاء قصر، اختفاء قصر، والداخليه والجيش والمطافي والاسعاف وكل الناس دي قبضت عليه في حته ورميته في السجن. الداخليه قعدت تقول والله ما شفناه، علي النعمه وحياه يعني خلاص ده يقولوا ده يعني ده يقولوا انه اختفى اختفاء قصريا للاخوان يعني، والداخليه تقول ما شفناهوش اصلا يعني. المهم ما عندنا، ما جلناش الصنف ده مش عندنا، فنعمل ايه؟ المهم بعد شويه شهور كده لقينا انه داعش يعني بتقول لنا انه هو كان عندها ده، والشاب ده عمر ابراهيم الديب. وعمر ده يعني احنا شفنا له كده فيديو صغنطوط يعني ماسك ازازه فانتا كده والله بيشرب حاجه ساقعه والله، ويعني المهم بيتكلم يعني ان هو بيناضل ويبايع ابو بكر البغدادي وبيتوعدنا وانه ان شاء الله هيقضي علينا ويدمرنا. لا لا يعني كلام والله كلام غليظ جدا يعني، كلام بيقولوش مثلا غير ابو لهب عارفه حاجه كده يعني، احنا بالنسبه لهم شويه كفره لازم نضرب بالنار. المهم ان هذا الشاب حصل له غسيل مخ والتحق بداعش، واعلن من هناك ان هو هيقتلنا ويدمرنا والكلام. لا وهم اللي هناك اللي طلعوا صوره في المجله بتاعتهم بتاعتهم. تمام. لا اكتر كده بقى، ده قال لك انه مات يعني، يعني يقول لك ان هو بعتوه بقى القاهره عشان يجاهد في القاهره. طبعا يجاهد في القاهره يعني يقتلنا يعني، هو بالنسبه لهم يعني فهو يجاهد في القاهره عشان يقتلنا، لكن مات. احنا بقى مش عارفين، بس هو الفكره كلها انه طول الفتره اللي كان بيقول ان اختفاء قصري وكانت الداخليه قبض عليه مره معتز فعلا ويطلعوا لسوريا ويطلعوا ليبيا. لا هي القضية فين؟ انه الشباب جابوا لي شوية حاجات كده انه قنوات الاخوان والكلام ده قعدت بقى والاختفاء القصري وابن المناضل ابراهيم الديب، وفي الاخر خلاص طلع ولا في اي حاجة، ده هو كان عند داعش وبعتوه القاهرة عشان يقتلنا. القصر دي برضو بيتاجروا بيها وبيتاجروا بيها في الخارج وعاملين منها. ده بالظبط، حط بقى كلمة الخارج دي المنظمات الحقوقية ويقول لك مش 500 واحد ويقولوا اسماء ناس وهمية وابراهيم عادل مش عارف مين كان فين واختفى، وتبص تلاقي المنظمات الدولية دي حقوق الانسان والعفو والكلام ده يقول لك في 800 واحد اختفاء قصري. يا اخواننا ما شفناهمش. بس الاخوان في بعض الشباب اللي بيضحك عليهم بالموضوع ده برضو بيمسكوا نفس القضية وبيشتغلوا عليها يعني يقول لك برضو ان دي فاهو يعني عند داعش بتعترف على الاخوان انه ما اختفاش قصريا، اختفى قصريا عند داعش مش عند الداخليه، بس عشان الصوره واضحه يعني. نروح لفاصل ونشوف الصوره الواضحه بقى ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه، طبيعه العلاقه ما بينهم في الفتره اللي فاتت ودلوقتي والتنسيق واهم القضايا اللي بيتم الاعتماد على القاهره فيها بشكل مباشر. ضمن طبعا هنتكلم على جوله وزير الخارجيه في المنطقه بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم معنا مرة تانية.
بشكل بسيط ومباشر، احنا محتاجين ايه او عايزين ايه من الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هي محتاجه مننا ايه؟ طبيعه العلاقات المصريه الامريكيه يعني دي علاقه مهمه، شئنا ام ابينا، اختلفنا مع السياسه الامريكيه، وطبعا في ملاحظات وانتقادات عديده ونقعد يعني نتكلم فيها للصبح، لكنها قوه مهمه، قوه اقتصاديه، قوه سياسيه، كانت لوقت فات يعني هي القطب الاوحد، صحيح روسيا دخلت على الخط والتعامل طبعا في المنطقه والحرب على الارهاب ظهرت روسيا بقوة واحتلت مكانة مهمة. لكن واحنا بنتكلم عن قضايا المنطقة والأزمات اللي موجودة والحرب على الإرهاب والقضية الفلسطينية والسلام، في محاور وقضايا كتيرة، فبالتالي أكيد كانت موضع نقاش أثناء وجود وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة والمباحثات اللي تم سواء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أو اللي سمعناه من خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري. جولة مهمة في القاهرة، في عندنا كمان في الأردن، تركيا، لبنان والكويت، علشان نفهم دلالة هذه الزيارة وإيه المنتظر من هذه الجولة والقضايا اللي كانت على مائدة المفاوضات أو النقاش. بيسعدنا وبيشرفنا تكون موجودة معانا مع السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا. اسمح لنا الأول يا فندم قبل ما نبتدي كلامنا نتابع تقرير مع حضراتكم عن طبيعة العلاقات مع الجانب الأمريكي ونرجع مرة تانية. بعد الترحيب مرة تانية بمعالي السفيرة هاجر الإسلامبولي، السؤال، لو احنا تخيلنا ان احنا قاعدين في حضرة وزيري الخارجية المصري والأمريكي او وزير الخارجية الأمريكي والرئيس المصري، ايه القضايا اللي بيفكروا يتناقشوا فيها؟ يعني بالترتيب كده من وجهة نظر أمريكا ووجهة نظر مصر، ايه القضايا الأولى بالنقاش؟ معالي السفيرة. والله هما الاثنين لما بيبقوا قاعدين وهيبداوا النقاش بتبقى متجهزة موضوعات القضايا من وجهات النظر المختلفة، كل طرف بيدي أولوية لموضوعات من وجهة نظره، إنما عادة يبدأ الحديث من العلاقات الثنائية والوضع القائم حاليا وتطوراتها ومستقبلها، وهل هناك رضا من الطرفين عن تطور هذه العلاقات الثنائية، لأنه ده وزير الخارجية، وزيري الخارجية معنيان أساسا بتطور العلاقات بين الدولتين ثنائيا. ثم بقى يجي بعد كده المشاكل الملحة جدا، يعني الأولويات هتبقى حسب تطورات الأوضاع في وقت هذا الاجتماع. التطورات اللي موجودة في المنطقة طبعا فيها مناطق ساخنة كتير جدا، والاهتمام الأمريكي بالدور المصري صحيح ثنائيا إنما كان تاريخيا مستند إلى وزن مصر في المنطقة وتأثيرها في المنطقة وعلى القضايا المختلفة اللي بيتم بحثها. وهم فندم بيبرروا تخفيض المساعدات لينا، قالوا كلام أو تقال يعني مش هم مش رسمي يعني، قال كلام إنه والله دور مصر الإقليمي تراجع. طب تراجع إزاي وإحنا تقريبا ما فيش قضية في المنطقة إلا وإحنا يا بنستضيف أطرافها يا بنبعت مبعوثين يا بنحاول نحركها بشكل أو بآخر؟ حضرتك لما يقعد معانا وزير خارجية أمريكا ويقول لنا أنتوا دوركم تراجع، ده كلام لي منطق؟ أنا مش عارفة إن هو ممكن يقول كده. لا هو مش ممكن، أنا لأنه واقع الأمر هو جاي لك عشان وزنك وثقلك. أنت هو أول دورة، إحنا أول دورة بنزورها أصلاً. يعني الكلام ده مش وارد. المرحلة اللي أنت بتتكلم عليها على الاتهامات بإنه في تراجع للدور المصري في المنطقة، كان محاولات من جانب إدارات أمريكية تانية إنها تضعف من الثقل والوزن المصري في المنطقة، وجربوا يعني تعزيز العلاقات مع دول أخرى من غير ما نسميها، لكن ثبت في النهاية إنه لا يصح إلا الصحيح، وعادت الولايات المتحدة إلى موقفها المبدئي في العلاقات مع مصر. طب معالي السفيرة، هنرجع خلينا نتكلم على الأزمات المنطقة ودور مصر في تحريكها أو في حلها، لكن حضرتك قلتي أول نقطة هيبقى يعني هم قاعدين يتكلموا مدى الرضا أو تقييم طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين. حضرتك رؤيتك ليها إيه؟ خاصة إنه مع وجود أو أول ما وصل ترامب استبشرنا وقلنا العلاقة يعني هتكون أقوى، حصل بعد كده القرار الأمريكي بنقل السفارة، موقف مصر اللي حصل في مجلس الأمن، التهديدات، فتقييمك لطبيعة العلاقات بين البلدين إيه يا فندم؟
العلاقات ما بين الدولتين مبنية على ثقة لكلا الدولتين يعني. والأمريكان أكتر ناس يعرفوا وهم أصحاب الكلمة إنه مصر هي رمانة الميزان في المنطقة. تمام. من النواحي السياسية ومن النواحي العسكرية، فهم يعني على إدراك تام بقيمة مصر في المنطقة إقليميا، وده يهمنا جدا. في محاولات طبعا للمساس بهذا الدور، إنما بنرجع في النهاية إلى نقطة البداية مرة أخرى، إلى النقطة الأساسية في العلاقات بين الدولتين. مصر هي دولة فتحت الطريق للسلام في المنطقة بعد سنوات كبيرة جدا من المواجهات العسكرية الحادة يعني الحروب. احنا بعد اتفاقات السلام التي يعني تم التوصل لها طبعا من مصر، وكان الباب وقتها مفتوح لأطراف أخرى عربية، تأخرت هذه الأطراف لأسباب متعددة كلنا عارفينها، وانتهت في النهاية إلى أنها محاولة الرجوع للطريق اللي سلكته مصر من البداية. التأخير ده ترتب عليه أنه تغيرت الأوضاع في المنطقة تغير جذري، سواء بقى في بالنسبة للقضية الفلسطينية، سواء بالنسبة يعني احنا نفتكر انه خلال فترة الرئيس السادات كان كل الكلام على انه بيسابق الزمن عشان يستعيد الارض قبل تغيير هويته، ده ما حصلش على الجانب الفلسطيني. واعيد استئناف عملية السلام مرة تانية في مدريد برضو برعاية مصرية ومبادرة مصرية يعني مشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وقتها، وروسيا بعدها يعني. الدور المصري بالنسبة للسلام مرتبط باستقرار هذه المنطقة. الاستقرار ده بعض الآراء أو بعض الأكاديميين، معلش الدكتور معتز، بعض الباحثين الأمريكيين كان لهم أفكار مختلفة، يعني مصر ومشاكلها وقضايا خلاص دورها انتهى، عملت السلام مع إسرائيل ودورها انتهى. إنما بنجد أنه كله بيرجع مرة أخرى لنقطة البداية وأهمية الدور اللي هي بتلعبه. ليه مصر بتلعب دور معادي السفيرة؟ يختلط على البعض أحياناً قضيتين، يعني يقول لك هي امريكا دي متامر علينا، بس الاعلام هنا مليان بالتامر والبتاع والشقلبازات اللي احنا بنقولها في الميديا دي بتاعتنا، ونقعد نشتم فيها ويفضل راس الراجل جاي هو بالاحضان. يعني لعبه السياسه هنا ذات وجهين ولا احنا فاهمين غلط؟ لا، السياسه طبعا متسعه لتشمل كل حاجه. الكلام على المؤامرات الفكر فيها مرتبط بانه ده تخطيط، يعني انه في مخطط لهدم مش عارف ايه، بعضها ممكن يبقى له اساس والبعض الاخر يبقى كلام مش مظبوط ابدا. يعني لا اتصور انه اثاره القلاقل في المنطقه، وهم لما يلاقوا الدنيا هايصه يدخل، انما لو مش هايصه مش هيدخل. يعني تحملهم مسؤوليه انه بيدفع في الاتجاه ده اعتقد شوية عايز تدقيق، خصوصا من الأكاديميين من الناحيتين، من الأمريكان مالناش دعوة المصريين. لا، وهو والله اللي هقول حاجة، احنا فعلا في تراجع شديد في التواصل بين الأكاديميين المصريين والأكاديميين الأمريكان. لا، الفترة يعني آخر خمس سنين لا في تراجع. احنا قبل كده كنا بنجتمع كتير وفي مؤتمرات، كنا بنروح مؤتمرات كتيرة ونناقش ونعبر عن وجهة النظر المصرية. دلوقتي ده حصل فيه تراجع شويتين، وده موضوع مهم جدا، لأنه مراكز الأبحاث والجامعات في أمريكا الكبيرة لها تأثير على كبير قوي على تشكيل الرأي العام في أمريكا وتوجه السياسة. ما بيحصل دلوقتي والأستاذة حضرتك ممكن نكمل في ده بعد الفاصل، إنه معظم ما يقال عننا في أروقة الأكاديمية الأمريكية يأتي من أعدائنا مصريين، بس مش راضين عن الأوضاع الداخلية فبيقدموا صورة سوداء عن هذا الواقع، وطبعا التاني بالنسبه له دي يقول لك اهو شاهد اهو ده مصري اهو بيقول كذا 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 كذا. استاذ حضرتك نطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل نقاشنا مع معالي السفيره تاجر الاسطنبولي مساعد وزير التربيه الاسبق.
نرحب بحضراتكم معنا مره ثانيه، بنجدد تحيتنا لمعالي السفيره هاجر الاسطنبولي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. اهلا وسهلا بحضرتك مره ثانيه يا فندم. ولسه كلامنا عن طبيعه العلاقات المصريه الامريكيه واهم القضايا المطروحه، قضيه السلام والوضع في المنطقه والازمات طبعا اللي بتمر بيها عدد من الدول العربيه، والحرب اللي احنا دلوقتي بنخوضها ضد الارهاب، العمليه العسكريه في سيناء. النهارده نخلي المؤتمر الصحفي كان واضح انه في تسمين للدور والشغل وان احنا قطعنا شوط كبير فيما يتعلق بمكافحه الارهاب. فدور الولايات المتحده الامريكيه في المنطقه معالي السفيره يعني فيما يتعلق بالحرب على الارهاب، شايفاها من القوه او لازم تتحرك اكتر، خاصه انه احنا شايفين روسيا واضحه وبشكل كبير؟ هو ما فيش شك الولايات المتحدة خسرت أرض كتيرة في المنطقة لحساب الروس، وتقدم الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط وثبت أقدامه، ودي طبعا حاجة لابد أنها تقلق الولايات المتحدة الأمريكية. بصرف النظر عن أنها كانت بتحاول الانسحاب في فترة أوباما ومحاولة التركيز على آسيا، إلا أنه أثبتت الأحداث يعني إحنا خدنا العالم باي سربرايز اللي حصل في المنطقة، وبالتالي كله جي يحاول يسجل أهداف في التطورات اللي شفناها في المنطقة. طبعا مواجهة الإرهاب الولايات المتحدة شكلت ائتلاف لمواجهة الإرهاب لما بدأت داعش تنتعش وإعلان الدولة الإسلامية، لكنه ما حققش نتائج كبيرة إلا لما دخل الروس في سوريا وبدأت تتكشف بعض المواقف اللي كانت يعني مش واضحة قوي للناس، واستطاع الدب الروسي انه يزنق الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة في اللي حصل في العراق اللي حصل في سوريا، وبالتالي دفعها الى زيادة دورها في مواجهة ومحاولة انعاش بقى الائتلاف اللي شكل لمواجهة داعش. النهاردة داعش بتنتقل، القوات دي بتنتقل حسب ما كلنا شفنا في الإعلام، وأردوغان نفسه أعلن أنه الناس اللي طلعت من هناك نزلت على ليبيا، ودي عملية خطيرة جدا، خطيرة بالنسبة لمصر طبعا وخطيرة بالنسبة لكل أفريقيا، لأنه بتلتحم بقى مع بوكو حرام طالع من يعني أفريقيا من وسط أفريقيا، وبالتالي الموقف بيهدد باضطرابات عنيفة جدا في المنطقة، مش بس في المنطقة وأوروبا، لأنه المسألة قريبة جدا، ليبيا أقرب سواحل أوروبا، فهنا في ضغط أوروبي كبير جدا، ويعني استفاقة أمريكية لما يحدث جديا بقى بالنظر في الأمر. طبعا ده وزير الخارجية اللي بيتكلم على هذا، وده بيعكس الموقف الجديد اللي جه بيه رئيس ترامب في الولايات المتحدة على عكس الفترة السابقة لأوباما، لأنه كانوا عايزين يقعدوا يتفرجوا يعني ومش عايزة أقول يشجعوا، إنما يتقبلوا التطورات لأنه عندهم تصور، ويمكن إحنا كلنا برضو بنساهم في هذا، إنه التيار الإسلامي هو السبيل إلى تغيير هذه المنطقة العصية على التغيير. فأنت جيتي في مصر وريتيهم إنه مصر قابلة للتغيير، والتغيير في الطريق السليم والصح والحفاظ على كيانها، فديتي نموذج للمنطقة كلها. لكن ده محتاج شغل أكتر، لأنه لا يجب أنه الأمريكان، وهم دايما بيتصوروا هذا، أنه التيار الإسلامي هو ده عموم المنطقة، أنتوا عايزين المستبقى خلاص خدوه يعني. لابد ان احنا نحاصر هذه التيارات. طبعا تصريحات الرئيس بشكل يعني رئيسي هي اللي نبهت الامريكان والعالم، نبهت ترامب
الى انه حقيقه التيار الاسلامي ده لما اتكلم كمان عن الاستراتيجيه لمكافحه الارهاب بعناصر وعوامل محدده، ده العناصر الاخيره اللي في مؤتمر الرياض هي ده الخط، لانه انت المجموعات دي كانت بتجوب المنطقه دي، احنا بنسميها نقول يعني مش جماعات خارجه عن القانون، دي جماعات عبر للحدود والشبكات. فما قالك على التمويل والتسليح والاعلام واللي وراء والدول منين كل ده منين في اطراف كتير بتساعد طبعا مؤكد ونظرتها تكتيكيه للاوضاع في المنطقه، وده المخيف بقى هم مش فاهمين انه العمليات دي ممكن توصل الى ماذا. طب معالي السفيره قطر هنقول قطر مثلا الملف القطري كيف ترى امريكا قطر؟ هل هي حليف ينبغي من مساعدته في مواجهه اربع دول ولا هي عنصر عدم استقرار وبيهدد مصالح حلفاء امريكا في المنطقه، ولا هي بتلعب لعبه التوازنات ما بين طرفين تحلب ده شويه تحلب ده شويه عشان في الاخر تحقق مكاسبها؟ هي كل ده هي كل ده طبعا هي اداه بتستخدم احيانا بتستخدم من الاسرائيليين، يعني بيلعبوا الدور اللي كانت اسرائيل تتمنى تلعبه، لكن بيلعبوا الدور ده وببلاش بالنسبه للاسرائيليين وبالنسبه للامريكان، مش بس ببلاش ده مدفوع كمان اغراءات شديده ماديه صفقات السلاح طب بعدين السياسه اصلها بتتسع لكل ذلك، يعني السياسه مش وان واي تراك ولا سكة واحدة، إنما بتتسع لضم أطراف مختلفة بمصالح متضاربة. طبعا هيجي وقت أو جه الوقت اللي الولايات المتحدة مضطرة تحدد موقف معين فيما يتعلق بقطر، وهل كفاية كده بقى ولا هنستمر أكتر؟ أنا أعتقد إنهم الفترة الأمريكية السنة الأولى لترامب كانت يعني بتموج بموضوعات كتيرة ولخبطة كتيرة في الإدارة الأمريكية، لكن ما فيش شك أن هناك تغيير جذري حققه رئيس ترامب في السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط. تمام. طيب احنا منزلين تليفوناتنا قدام حضراتكم على الشاشة للتواصل ومشاركة معانا، ومعانا أول تليفون من ليبيا أستاذ عمرو، اتفضل يا فندم. أستاذ عمرو مش معانا، أستاذ عمرو اتصل تاني يا أستاذ عمرو. طيب ده حميد اللي كان من ليبيا، انا بعتذر اتاخرنا عليه. طيب عمرو من الاليوبيه اتفضل يا استاذ عمرو. مين اللي التليفون فصل؟ استاذ عمرو الدنيا مطر، احاول تاني. ايوه صحيح الدنيا مطر. طيب لو انا سالت معلش انا اسف، لو انا تخيلت انه مصر عليها عبء استقرار المنطقه، فاكيد والراجل ده جاي بنقول له بص يا عمرو انتم في سوريا، يعني مش هنقول لكم لازم تعملوا ايه، بس خدوا بالكم انه اخطائكم هي كذا وكذا وكذا، انتوا في العراق اخطائكم كانت كذا وكذا، انتوا في ليبيا اخطائكم كانت كذا وكذا. هل هم بيسمعونا ولا هم جايين كل شيء يعني بالانجليزي كده بري ديترمنت، كل شيء اتحدد خلاص، هو جاي يبلغنا برؤيته وخطته؟ لا رؤيته وخطته وكل هذا مبني على تجميع للمواقف المختلفه في اولها طبعا هتيجي مصر. ولهذا هم بيبقوا حريصين على الاستماع لوجهه النظر المصريه، واعتقد انه التغير اللي حصل في سوريا كان لعبه مصر في دور رئيسي في مساله انه الحفاظ على وحده سوريا، وادي المساله بتبان اهي. صحيح في تعثر في المسار السلمي والتطورات الاسبوع الاخير اللي حصلت في سوريا بتغير قواعد اللعبه، انما بتكشف للامريكان انه القواعد اللي هو مستند عليها مش بالقوه اللي هو متصورها. تمام. استاذ احمد من راس سدر، معلش عشان ما نطولش على التليفون تتفصل، اتفضل يا استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. احمد ياسين الفخراني من راس سدر محافظه جنوب سيناء. يا اهلا وسهلا مشرفنا، اتفضل يا استاذ احمد. احنا القوات المسلحه وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اهتمامه بتنميه شبه جزيره سيناء وتوفير الامن والامان في ربوع مصر. نعم. واحنا بنحب القوات المسلحه من غير سبب، لأن أي حب يتعلق بسبب يزول بذول السبب. جميل. رؤية فلسفية، بس قبل بقى ما نكمل في الموضوع ده، الدنيا عندكم مطرة؟ لا الجو هوا بس، ما فيش مطر. هتوصل لكم إن شاء الله. جاي في الطريق. شكرا يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. طبعا هو عنده حق.
القضية الفلسطينية يا سيادة السفيرة، لأنه مصر أعلنت موقفها وبشكل قوي على الرغم في اللي كان بيحاول يشكك وبيحاول يقول إنها ما لعبتش دور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن التاريخ واللي قدمناه بيثبت. بصي، القضية الفلسطينية هي قضية مصر التاريخية. مصر خاضت الحروب عشان القضية الفلسطينية، وتزعمت المواقف العربية الرافضة لأي حلول إلى أن أدركنا أنه عشان نغير الأوضاع لابد أن نبدأ بتغيير أنفسنا، وهو ما كان لينا شجاعة أن احنا نقدر نعمل، وهو ده اللي غير المسار المنطقة كلها. القضية الفلسطينية مهمة جدا بالنسبة لمصر، ودور مصر فيها دور مش عايزة أقول بس محوري، هو دور هو ركيزة أي تحرك فيه في عملية السلام. يعني احنا بدأنا السلام وتحولنا وعملنا سلام إقليمي لما مفاوضات مدريد انعقدت وما إلى ذلك، وعقبها سلسلة من إلى أن تم اغتيال رابين وجه نتنياهو وقال لك بقى لا خلاص نغير قواعد اللعب. فإحنا هي محطات عملية السلام في المنطقة، إنما دلوقتي هي في المحطة النهائية. طيب نتحرك إزاي والناس إزاي مع الجانب الأمريكي؟ ده سؤال، ونشوف استاذ عبد الله عايز يقول لنا ايه. اتفضل يا استاذ عبد الله من المنصوره. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بشكركم على البرنامج وبشكر قناه كون لايف. العفو يا استاذ عبد الله، اتفضل. قناه كون لايف قناه جميله، واحنا بنتباهى بيها في الخارج، ولانها بتوصلنا في كافة العالم، في كافة الدول العربية وفي كل العالم. عزيز. وبنشكر التيم بتاع فريق بتاع القناة اللايف كامل. استاذ عبد الله، انا بحب اسالنا سؤال. كمان انا بشكر الجيش المصري العظيم بقيادة الزعيم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكره على من نصر لنصر ان شاء الله دايما يا رب باذن الله. وبس انا عاوز اقول حاجه بالنسبه لمساله الاحزاب في مصر، يا ريت ما يبقاش في احزاب في مصر. اشكرك، انت قلت لنا الحكايه دي امبارح وانا انبسطت جدا بالموضوع ده، اشكرك. بيأكد برضه بالاعاده افاده. شكرا. طيب معانا الاستاذ محمود من البحيره. مساء الخير استاذ محمود. يا استاذ محمود خير. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا فندم. الاول بالحي على الضيوف وبنقول لشكرك بالنسبه للدور بتاع امريكا في المنطقه العربيه، وبنحيي الاول للجيش المصري العظيم، وربنا باذن الله ان شاء الله يكلل قطاع بكل النصر. بالنسبه للدور الامريكي، ايه من اول سنه 80 كتاب برنارد لويس، وبعدين 83 اعتماد الكونجرس للكتاب ده، وبعدين جينا 2007 كونداليزا رايس اعلنت الفوضى الخلاقه، واللي بيحصل في العالم العربي ده كله يبين ان ده مخطط امريكي. ايه رد حضرتك بالنسبه للموضوع ده؟ حاضر يا استاذ محمود، نرد حالا. معانا استاذ محمد بورسعيد. اهلا بك يا فندم. مرحبا، اهلا بيك. السلام عليكم يا فندم. بشكركم جدا وبشكر البرنامج بتاعكم جدا، وبحيي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والجيش المصري العظيم اللي هو أضع الإرهاب الأسود اللي هو في كل منطقة مدمر شبابنا ومدمر بلدنا. والحمد لله الجيش يا ناس، سبحان الله، الحمد لله الجيش مصر عمره ما انهدم. جيش مصر العظيم عمره ما اتكسر. الحمد لله اللي احنا عندنا جيش قوي وشرطة قوية وشعب جميل جدا، وعمرنا ما اتفرقنا عن بعض. والله بشكر سيادة الرئيس جدا على المجهود اللي هو شافه في السنين الطويلة دي والنجاح الطويل اللي احنا عشنا فيه ده والأمن والأمان. أستاذ محمد شكرا جزيلا. هو جميل ان كل الناس بتبدأ بتحيي الجيش. يعني أيوة، عندهم شعور متدفق بانه ان في الناس دي بتعمل حاجة مهمة جدا بالنسبة لبعض الناس، مدركين ومتابعين اللي بيحصل هناك في سين. لا عندهم احساس بانه هو ده اللي سند مصر القوي. صحيح. وهو ده الصحيح، لانه لما تلاقي انت الموقف الامريكي النهاردة
تيلرسون الكلام اللي بيقوله عن اللي مصر حققته وانجازته. قال له طب يعني عايزين صوت اعلى شويه. صح. كويس انك واخد بالك واخدين بس عايزين نحس بكده. فيعني تلاقيه جاي باقتراح دعم العلاقات. احنا بنتكلم على العلاقات الثنائيه ما قلناش ان هو اقترح آلية جديدة اللي هي اتنين زائد اتنين. عايز بس حضرتك اعرف تفاصيلها بس ناخد الاستاذ محمد بن سواد. مساء الخير محمد. مساء النور. انا برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. مهم جدا ان انا بشوف نتكاتف مع الرئيس السيسي في المحاربة محاربة الجيش للإرهاب وتوجيهاته اللي فعلا الفعالة اللي بتمنح مصر الأمن والأمان. يا شعب مصر افتكر ان الرئيس السيسي وقف مع الشعب ده. لازم ان احنا نمنحه التأييد الدايم ان هو يمنع الارهاب عن البلد بكل خطر متواجد فيه. وشكرا ليك. شكرا استاذ محمد. شكرا جزيلا. حاجه فعلا مش الاليه الجديده الاقتراح وزير الخارجيه الامريكي. يعني هي طرحت جايب بشكل محدد لأنه طبعا السياسة الخارجية الأمريكية النهاردة ومع رئيس ترامب في دور كبير جدا للجنرالات في الجانب العسكري مش بس البنتاغون. انت تحس انه البيت الابيض كله مجموعة مستشارين المحيطة بيعتمد اعتماد كبير جدا على الجانب العسكري لانه هو من الجيل اللي شايف انه الجيش الامريكي مسألة مهمة جدا ودور. فهو بكده بيوسع. هو طبعا احنا عندنا علاقات بين مؤسسات الدولة كلها وبين أقرانها في الجانب الأمريكي. في علاقات قوية مع البنتاغون، في علاقات قوية مع السي اي، مع وزارة الخارجية، مع وزارة الزراعة هنا، وزارة الزراعة هنا. يعني كل الجهات. لأنه العلاقات المصرية الأمريكية متشعبة وداخلة في جوانب كثيرة مختلفة. إنما الحقيقة أنه التعاون العسكري مع الولايات المتحدة كان دايما بيشكل زي ما تقول كده الحجر الثابت اللي ما فيش حاجة تمسه، وما زال هذا الحجر ثابت برغم أي آراء أو انتقادات بتلقى هنا أو هناك. إنما ده حجر ثابت في الاستراتيجية الأمريكية وفي الاستراتيجية المصرية. كانوا نجح العسكريون في البلدين. صحيح. أن يجعل العلاقات. صحيح. دي قوية. صحيح. بغض النظر عن الخلافات الدبلوماسية. لا لا نحو بها جانبا ومشيت في طريقة وبالتالي دي برضو شيء من العقلانية. طيب عملت بلوك يعني ثابت للعلاقات. ثبات. نقطة أخيرة مع السفيرة قبل ما نختم معلش عشان الاقتصاد يعني أقول لك اللي السياسة بتعكس على الاقتصاد والعكس مهم جدا. هو أولا جاي معه مجموعة من الاقتصاديين لأنه هو رايح يحضر مؤتمر اقتصادي وشركات. وإحنا لاحظنا في الفترات الأخيرة الشركات الأمريكية بتبص على اللي بيحصل لأن مش ممكن هتسيب المنطقة هنا كده للشركات الأوروبية والصينية والهندية والروسية. صحيح. وبالتالي ففي اندفاع كبير جدا حاصل من عدد كبير من الشركات الأمريكية. شفنا لقاءات الرئيس مع شركات أمريكية كبرى. معنى اهتمام من وزير الخارجية جايب معاه التيم لأنه التيم ده كان ممكن يطلع على الكويت على طول عشان يحضر المؤتمر. إنما عايز يطلع بشكل مباشر على التطورات الاقتصادية. وهو تيلرسون في الحديث الصحفي كان بيتكلم على الإشادة بالقرارات والإجراءات اللي تبعتها مصر والخطوات اللي اتخذتها من ناحية الاقتصادية. معالي السفيرة بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. في أحد مش مشاهدين بس جاب سيرة برنر لويس وحاجات زي كده. برنر لويس أفكار لو هو لقى ان احنا من الضعف مناعتنا ضعيفة لدرجة ان اللي هو بيقوله ده ينفع يحصل كان حصل. انما هو اصطدم بحائط صلب مصر بشعبها وجيشها ومؤسساتها فلأن الخطة دي ما تنفعش ما عرفش يفتت مصر بس نجحت في حاجات تانية مع الأسف الشديد. نشكركم يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك ونشكركم وبكرة ان شاء الله يوم جديد نشوفكم على كل خير بإذن الله تعالى.